حصرياً على تين تايم. بنتي ماتت وانت بحالك. هذا الحكي، ماتت بنتك تقصد؟ ما بقى عندك مصاريف علاج وإدوي وإقامة بالمشفى؟ خلاص أنا مستقيل. جد عم تحكي؟ بدك تغدر فيني وتخوني بأقرب وقت صح؟ لأنه خلصت مصلحتك معي. ما عاد أقدر أخذ أوامر منك، خلي هالشي واضح. ما رح أسمح لك. مفكر على كيفك بتشتغل وعلى كيفك بتترك؟ قلت لك أنا استقلت.